وهذا في جانب الزمان وهذا في جانب الزمان ومنه يتبين أن الله تعالى لا تجري عليه الأزمنة والأوقات، فلا يقال إن الله تعالى يجري عليه الليل والنهار أو يكون عنده ليل ونهار فيؤثران عليه وعلى أفعاله. ومن هنا لا نقول إن الله تعالى يتحين حلول الليل لينزل بذاته ليغفر لعباده، فهذا باطل قطعا، لأن القول به يتضمن جريان الليل والنهار عليه تعالى وأثرهما على تصرفاته وأفعاله، وهذا باطل وتعالى الله عن ذلك، فهو الفعال لما يريد متى ما أراد. وبعدما أخبرنا الناظم رحمه الله تعالى عن الزمان وأن الله تعالى خالقه وسابق عليه عقلا ونقلا، يأتي بعد ذلك ليخبرنا عن المكان أيضا، لأن الزمان والمكان متلازمان والتأثر بهما من صفات الحوادث المخلوقة. نعم، الله تبارك وتعالى أثبتنا أن وجوده يختلف عن وجود المخلوقات بهذا الكلام العقلي والنقلي. قرأناه وجود الله تبارك وتعالى قبل وجود المخلوقات، لأنه عقلا، بأن من مقتضيات العقول السليمة بأن الخالق قبل الخلق وأن الصانع قبل الصنعة وهكذا. ثم بعد ذلك قرر أنه كذلك بعدهم، بعدما يفنون جميعا فهو باق سرمدي سبحانه وتعالى. كذلك قرر أن ماذا؟ أن الزمان أنه لا يجري قبل الزمان، ولا يؤثر الزمان أي الوقت في ذاته، فذاته فهو قبل الزمان، قبل أن يخلق الزمان. الزمان والمكان مخلوقان لله سبحانه وتعالى، الله خلقهما، فلا يؤثران في ذاته. ولهذا الله سبحانه وتعالى لا يؤثر عليه ماذا؟ النهار، ولا يؤثر عليه الليل، لا يؤثر عليه الثلث الأخير من الليل، لا يؤثر عليه الثلث الأول من الليل، لا يؤثر عليه منتصف النهار، لا يؤثر عليه. إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، إذا أراد شيئا يفعل ذلك بمحض إرادته سبحانه وتعالى، لا أن يتحين زمانا يفعل فيه هذا الأمر أو يتأثر بذلك الزمان، واضح؟ فمن هنا نقول بأن ماذا؟ قضية القول بأنه ينزل بذاته في الثلث الأخير من الليل فيكون الثلث الأخير من الليل يؤثر في إرادته في ذلك، فهذا قطعا باطل، واضح؟ كذلك لا تؤثر فيه اختلاف الأفعال، يعني الفعل الماضي والفعل المضارع. احنا نقول بأن هذا ماذا؟ ونفخ في الصور، عبر الله تبارك وتعالى بالفعل الماضي ونفخ في الصور، هذا الفعل الماضي والفعل المضارع، يعبر هنا بالماضي ويعبر هنا بالمضارع. هناك ماض عند الله تجري عليه أن هذا ماضي وهذا مضارع وهذا أمر وهذا؟ لا يجري عليه ذلك، إنما هو هذا باعتبار ما عندنا، باعتبار الماضي عندنا، باعتبار الحاضر عندنا، المضارع عندنا، باعتبار المستقبل عندنا. فالله تعالى لا تجري عليه هذه الأزمان. ونفخ في الصور، هل نفخ في الصور؟ إذا السماء انشقت، هل انشقت السماء؟ انشقت ولا لم تنشق؟ لم تنشق، بعدها ما جاءت أحداث انشقاق السماء. يعني ونفخ في الصور، هل نفخ في الصور؟ التعبير هنا بالفعل الماضي، ونفخ زمان انشقت في الماضي. لماذا؟ حتى يقرر لنا أن هذا الأمر سيحدث قطعا كأنه قد حدث في الماضي، كما أنك لا تشك في أمر رأيت حدوثه في الماضي أنه قد حدث، كذلك هذا سيحدث. فعبر بالفعل المضارع في الفعل الماضي عندنا حتى نستيقن هذه الحقيقة. نعم، ف
فالماضي فالزمان والأوقات لا تجري على الله سبحانه وتعالى، كذلك سبحانه وتعالى قبل الزمان ولا يجري عليه الزمان، كذلك قبل ماذا؟ المكان. فلا يؤثر وجود المكان وعدمه على الله تعالى، فهو سبحانه وتعالى كان قبل الزمان والمكان وهو على ما عليه كان.